الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية، ودرس اليوم ألا وهو العلم. كما يقولون في الحكم أو في المواعظ أو عبارة نرددها، العلم نور، حكمة عظيمة تنقلتها الأجيال وحقيقة واقعها. فالعلم أنار للإنسان الطريق، فراء أصغر الكائنات في أعماق البحار تتحرك. أيضا العلم جعل الإنسان يسيطر على كثير من كنوز الأرض، وصعد إلى الكواكب وعرف أسرارها، وبالعلم أدرك شريعة الله تبارك وتعالى التي أرسل الله تبارك وتعالى بها الرسل، وبالعلم أدرك حقيقة الإسلام وأحكامه ومبادئه، وبالعلم استطاع تنمية المجتمع، وبالعلم عرف الإنسان المسلم أنه لا يوجد في العالم قديمه وحديثه دين أو نظام يدعو إلى العلم مثلما دعا إليه الإسلام. يعني الإسلام اهتم بالعلم ودعا إليه. تعالوا نشوف اهتمام الإسلام بالعلم. لو احنا بصينا لكتاب الله تبارك وتعالى نجد أول ما نزل من الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. أيضا ربنا زاد في تقدير القلم وما يكتبه وما يسطره من العلم والمعرفة، فأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم فقال: نون والقلم وما يسطرون. والقرآن طلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستزيد في العلم. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في أمر أو في شيء إلا في العلم. ولو هناك أو كان هناك أسمى من العلم لطالب به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف منهج العلم في الإسلام. العلم ليس له جنسية ولا عنصرية، يعني العلم لا بنقول جنس كذا ولا عنصرية كذا. فليس هناك علم عربي أو علم أوروبي أو أمريكي، ليس هناك علم نساء ولا علم رجال، لكن الاختلاف يأتي في المنهج والاتجاه. فكان منهج العلم في الإسلام هو الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا. وركز في الكلام اللي أنا بقول. كثير من الناس قد يعتقد أنه عندما يهتم بأمور الدين بس يبقى هو كده إيه، ألم بالعلم. لا، يجب عليك كإنسان مسلم راجح العقل أن تهتم بأمور الدين وأمور الدنيا، يعني علوم الدين وعلوم الدنيا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهو الشاهد في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أصل إيه؟ يخشى العلماء الله. تمام. عندي يخشى فعل مضارع والعلماء فاعل والله مفعول به مقدم. طب جدد يعني طرق، غرابيب سود يعني قطع شديدة السواد. الآيتين دول أشارت إلى ظواهر كونية في الصخور أو في الناس أو في الحيوانات، وكل ما أشارت إليه الآيتين أصبح علم كامل في عصرنا. ربطت هذه الآيات بين خشية الله تبارك وتعالى، تؤكد حقيقة كبرى هي أن العلم هو طريق المعرفة والخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. دراسة المخلوقات تزيد الإحساس بعظمة الله. أول ما تشوف حاجة كده، تشوف مملكة النحل وهي تنظم الخلية بتاعتها، تقول سبحان الله. لذلك كان الاتجاه العلمي الذي يدعو إليه الإسلام هو التعرف على الإنسان والكون باعتبارهما، يعني الإنسان والكون، مجالات البحث التي تبدو فيهما آيات الله تبارك وتعالى. استند الإسلام في منهج العلم إلى الدليل العقلي والآيات القرآنية
التي توجه الإنسان إلى النظر في الكون والتفكر والتدبر واستخدام العقل حتى يصل إلى الحقيقة الواضحة. والإسلام يحترم العقلية السليمة التي ترفض الخرافة والتقليد وتعتمد على الملاحظة والتجربة. لذلك سلك الإسلام في دعوته أو الإيمان بالله تبارك وتعالى مسلكا يسير العقل، فدعا الناس إلى التفكر والتأمل. شوف كده ربنا بيقول إيه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هناك ارتباط وثيق بين العلم والإيمان. تتركز قيمة العلم في الإسلام أنه يعين الإنسان على الأمور النافعة في حياته، والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه ويجعل لحياته هدف ورسالة، وهو أيضا يعصم الإنسان من الانحراف ويحول دين استخدام العلم في الشر والعدوان. لذلك الإسلام يرفض استخدام العلم في إبادة الجماعات الإنسانية أو استخدامه فيما يؤذي الآخرين. لذلك يجب على العالم المسلم أن يستعمل علمه في منفعة الناس باستخدامه في وجوه الخير وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. تعال نشوف مكانة العلم في المجتمع أو إيه ارتباط العلم بالمجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الفريضة ما أوجبه الله على العباد. فلأول مرة في التاريخ دين من الأديان يفرض التعليم على أتباعه ويجعله جزءا من العبادة والدين، وهو فرض ما يخصش الرجال دون النساء، بل هو الرجال للرجال وللنساء. فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان للمرأة نصيب في التعليم والمعرفة، وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي مع نساء المدينة في المسجد في أوقات معينة كل أسبوع من أجل أن يتعلمن منه، وبذلك علمنا الرسول أن طلب العلم يتناول المسلمين ذكورا وإناثا، وأن المساجد منذ أن بنيت كماكن للعبادة وهي مصادر أو مصدر إشعاع ديني وعلم. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين بنفسه في المسجد، بل كان يرسل أصحابه إلى أنحاء البلاد ليعلموا الناس، وكانت الجيوش الإسلامية يرافقها عدد من العلماء لكي يعلموا أبناء البلاد المفتوحة. ولم تكن فتوحات المسلمين استعمارية، يعني ما كانتش الفتوحات الإسلامية استعمار كما يزعم البعض، لكنها كان فتحا للعلم والمعرفة ونشرا لدين الله. وأكد التاريخ أن أطفال مدن الأندلس الإسلامية كانوا يقرؤون ويكتبون على أيدي علماء المسلمين في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائه. من أجل ذلك كرم الله تبارك وتعالى وكرم الدين العلماء، وكان من الطبيعي للدين أن فرض العلم على أتباعه وقدر قيمته. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الشاهد في الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عندي قانت يعني مطيع، وآناء يعني ساعات الليل. إذا كان الإسلام يرفض التفاوت بين الناس إلا بالتقوى، إلا أنه يقبل التفاوت بينهم في العلم. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين، الشاهد في الآية أهو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم النافع أو العالم النفع للمجتمع أعظم من نفع غيره، لذلك استحق رفع الدرجات، وقد التزمت مصر بهذا المبدأ. يعني بلد من البلاد هنضربها على سبيل المثال مصر، كرمت علماءها منهم الدكتور فاروق الباز، دكتور أحمد زويل وغيرهما. وأخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل الله يعني في معية الله وحفظ الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع طلب العلم الذي يخرج من داره بحثا عنه ورغبة في الحصول عليه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، تكتب له الحسنات، حسنات المجاهدين، حتى يرجع إلى داره. فعلينا بتجديد النية عندما نذهب إلى المدرسة إيابا ذهابا وإيابا أن نجدد لله تبارك وتعالى أننا خرجنا في طلب العلم حتى نحصل على أجر المجاهدين في سبيل الله، وحتى يحفظنا الله ويرعانا. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.